مطالبة اليوم تاع الجسمة نتأهلوا للنهائي بموجب أنه غياب الظرف القاهر، وكان على الكاف إعلان إقصاء نهضة بركان لأنه اتحاد الجزائر كان حاضر فوق أرضية الميدان في لقاء الذهب. ينقلب السحر على الساحر وعلى نهضة بركان والكاف. خالد، في الجانب التقني فيها إشاعات في الآونة الأخرى، يقال أنه غاريدو سيستقيل من اتحاد العاصمة، وهذا ما تفنده المصادر وهو باقي. من المستوى الفني للاتحاد مع هذا المدرب الإسباني؟ كيف تشوف المستوى الاتحاد؟ على الأسف اللي جاء بك نقدر نقول المستوى مليح، البيلان اللي بوزيتيف صح، جوز لواحد وقته كان مومون كما نقولها مومون فيبليس وما كانش لي ريزولتا، مي الحمد لله الاداره تاع الاتحاد العاصمه صبرت عليه و الى روبري لا بروف تكاليفيا نص نهائي في كوب داكاف، ومازال ان كورس بور البوديوم. دونك بالنسبه لي ستان بيلون بوزيتيف.